أوبترونيتاليا VVS نظام تصوير فيديو للمركبات. هو عبارة عن نظام تصوير يمكن تركيبه على كافة أنواع السيارات بهدف مراقبة مناطق واسعة من الأراضي سواء خلال الفترات النهارية أو الليلية وفي كافة الظروف البيئية. تتم عملية العرض المرئي للصور داخل المركبة وذلك عن طريق حاسوب محمول صلب مقاوم للصدمات والذي يمكن عن طريقه تشغيل كافة التطبيقات العملية للنظام. برنامج متخصص للحاسوب يسمح باستخدام والاستفادة من كافة البيانات التي يتم الحصول عليها بفضل هذا النظام وأيضاً لدمج الصور الملتقطة مع خريطة القمر الصناعي. إن مجال الإبصار لأنظمة التصوير تغطي 360 درجة أفقية بدورة كاملة، وبفضل نظام رصد دقيق يمكن التركيز البؤري بسهولة فائقة على الهدف المطلوب. إن ميكانيكية الرصد قوية جداً وموثوق بها، وذلك بفضل نظام تخفيف قوة الصدمات المتلقية الذي يعمل بموجب نظام هوائي. إن نظام التموضع العالمي GPS الذي يشمل على بوصلة إلكترونية يعمل على التزويد بكافة المعلومات اللازمة فيما يتعلق بتحديد موقع المنطقة التي يركز عليها نظام تصوير الفيديو للمركبات VVS. يمكن دمج نظام تصوير الفيديو للمركبات VVS أوبترونيتاليا إلى أنظمة الدفاع الإلكترونية البصرية UGS، أي التصوير الأرضي التلقائي دايموس A، دايموس B، وإلى نظام التتبع والمراقبة والرصد البحري بواسطة جسر اتصالات لاسلكية.